تم عمليا تشكيل طاقم حوار مفاوضات بقرار من هيئات الجبهة، وكلفنا بالاتصال مع كل من له علاقة بالانتخابات والتشكيلات الانتخابية في الأساس في الوسط العربي، وأيضا طبعا ما بيزدكى أحد أن يبتدي بكش بكلام خبري زي مؤد مفريا، فنحن רוצים לשמוע את הדוח הזה על מנת שנדע על מה אנחנו הולכים. אני מבקש מכולם שישבו במקומם על מנת שנמשיך את הדיון בצורה מסודרת. זה מאוד מפריע. וטבعا قوة محتمل أن تكون ضمن تحالف في الشارع اليهودي، وعلى أساس المبنى أو التركيبة العربية اليهودية للجبهة كأمر أساس ضمن أي مفاوضات وأي تشكيلات ممكنة. باختصار شديد، وضعنا استراتيجية في لجنة المفاوضات انطلاقا من الخلفية لإعلان الانتخابات، لحل الحكومة وإعلان الانتخابات. النقطة الأولى فيها هي التعامل مع واقع رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوائم الثلاث التي المصدر الأساس من أصواتها هو الوسط العربي لم تصل إلى هذه النسبة في الانتخابات الماضية. الأمر الثاني الذي كان أيضا أمام أعيننا أن هناك العديد من استطلاعات الرأي، ونحن نتحدث عن عشرات، والتي كانت تعطي للجبهة 5 أحيانا 4، بمعنى احتمال أن تعبر الجبهة لوحدها أيضا نسبة الحسم، ولكن ليس بضمان أن الوضع القائم يضمن أن يكون ذلك، ولكن كان مهم هذا الأمر أن يكون في خلفية التفاوض مع الآخرين. طبعا موضوع الوضع السياسي، حكومة اليمين المتطرف، انعدام الأفق السياسي والذي هو الخلفية لسقوط الحكومة، كما سقطت الحكومات السابقة منذ اغتيال رابين، لم تكمل أي حكومة الفترة القانونية، فترة 4 سنوات. ونحن أيضا نستطيع أن نقول بثقة، ليس لأننا أنبياء ولكن لأننا نعرف كيف نقرأ الواقع، أن الحكومة القادمة إن لم تغير وإن لم تضع أفق للتقدم فيما يتعلق بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أيضا لن تكمل السنوات الأربع. حطوها على جانب، لنا ما لهاش علاقة بالمفاوضات، ولكن نحن نتوقع أيضا للحكومة القادمة إن لم يحدث تغيير جوهري في سياساتها أن تسقط كما سقطت الحكومات التي سبقتها. طبعا موضوع أخطار تصاعد العنصرية المعادية للعرب والمؤشرات الفاشية التي يمكن أن تتطور أكثر في ظل حكومات اليمين، هي أمر كان من الضروري أن نضعه في خلفيتنا، لأننا نريد أن نواجه هذا الواقع ما بعد الانتخابات من أجل تغييره. رأينا أن من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف علينا أن نسعى أولاً إلى ضمان التمثيل 3.25%، فضمان التمثيل هو هدف، واثنين زيادة التمثيل بقدر ما يمكن أن نصل إلى أكثر من التمثيل في الكنيسة الحالية، وأن نبحث عن أفضل آلي لتحقيق ذلك من خلال أمرين: تشكيلات انتخابية يمكن أن تصل وأن تحقق ذلك، اثنين السعي لزيادة نسبة التصويت وبالتالي إلى زيادة الوزن النوعي
لأصوات اليسار وأصوات من الوسط العربي في الانتخابات القادمة. اسمحوا لي في هذه النقطة أني أستذكر بعضا من التاريخ. سنة 1992 الانتخابات التي في أعقابها تم تشكيل الكتلة المانعة، كان هناك قرار في الحزب وفي الجبهة السعي أجل تشكيل أوسع قائمة انتخابية من أجل تحقيق سيادة التمثيل للوسط العربي وللقوائم التي تستمد في الأساس قوتها الانتخابية من الوسط العربي واليسار الحقيقي. كان قرار وبدأت مفاوضات كانت مع الحزب الديمقراطي العربي ومع القائمة التقدمية في حينه، وكانت هناك مساعي جدية اشترك فيها توفيق زياد شخصية في المفاوضات مع قيادات القائمتين، ولم تصل إلى هذه المفاوضات إلى إقامة قائمة واحدة في الأساس بسبب إصرار الديمقراطي العربي في ذلك الحين على أن تكون القائمة قائمة عربية صرف. هذا كان السلعة محلوكت زي ما بيقولوا في العبري، هذا كان السبب الذي وقف أمام تشكيل قائمة واحدة في سنة 1992. ليس هذا فقط، بل قام في حينه في 12/5/1992 رفيقنا طيب الذكر توفيق زياد بإرسال رسالة ثبت فيها هاي الحقيقة، إنه أنتوا أفشلتوا إقامة قائمة مشتركة بسبب رفض التركيبة العربية اليهودية اليهودية العربية للجبهة، وأن تكون ضمن القائمة بتشكيلتها المعروفة. ومن منطلق المسؤولية توجه في هذه الرسالة بعد أن ثبت المسار والحقيقة وقلهم طيب معانا بتكونش تصلوا بالقائمة المشتركة لأنكم بدكم قائمة عربية صرف الحزب الديمقراطي العربي، على الأقل اتفقوا انتوا التنين. توجه إلى منافسين للجبهة، تنين منافسين للجبهة في الأساس في الوسط العربي، توجه من منطلق المسؤولية السياسية والمسؤولية الوطنية إلى الحزبين المنافسين للجبهة وقلهم معنا بتكونش تصلوا لاتفاق عقائد مشتركة، على الأقل تضيعوش أصوات واعملوا مع بعض تحالف. طبعا لم يقم التحالف في ذلك الحين لأسباب ذاتية، ليس إلا وكما هو معروف التقدمية لم تعبر نسبة الحسم، وجبهة فازت بثلاث مقاعد. للي بتذكر كانت فترة اللي كل الأوساط في البلاد كانت ترثي الجبهة، خلصت اللي عليها بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وخلصت دورها، فازت بثلاث مقاعد ومقعدين للديمقراطي العربي، وما بعد ذلك تم تشكيل الكتلة المانعة وكمالة السيناريو معروف. حبيت أذكر بهذا الأمر حتى أقول شيء، إنه موضوع إقامة تحالفات لتحقيق أهداف في مرحلة معينة هي أهداف عليا هو أمر في صلب توجه الحزب والجبهة ليس من اليوم. الآن بدأنا في المفاوضات، وهي الرسالة اللي بحب إنه يقراها بيقدر يقراها كاملة.
يمكن لازم تنشر هاي الرسالة اليوم. هاي كمان منشان يكون منصف، اللي جاب لي إياها شخص هو ذاكرة الجبهة، أديب أبو رحمون، لأنه فعلاً هو ذاكرة الجبهة. بدأنا بالحوار مع كل الأطراف وكل الخيارات بموجب القرارات، كانت خيارات مفتوحة، والحديث كان عن إقامة ما سميناه بلوك تخني أو قائمة يحافظ فيها كل مركب على خصوصيته، على برنامجه، على فكره. لا نتحدث عن إخفاء الفوارق ولا نذهب إلى الجمهور لتضليله بالحديث عن وحدة، لا، نحن نتحدث عن قائمة مشتركة بلوك تخني، كل حزب وكل قائمة تحافظ على خصوصيتها، وهذا ما سنقوله للجمهور إذا تكللت المساعي بالنجاح. بمعنى أنه ما فيش تمويه للفوارق، وخصوصا بالنسبة لنا للجبهة، المحافظة على خصوصيتنا وإبراز خصوصيتنا. كان في عدة جولات. في البداية كان الحديث طبعا مع الموحدة ومع التجمع بدون دخول في تفاصيل كثيرة. بعد جولات مفاوضات كان واضح انه وتم التصريح انه لا، الموحدة لا تفاوض كموحدة، الإسلامية تفاوض كإسلامية، والعربية للتغيير أحمد طيبي تفاوض كالعربية للتغيير. وكان هناك صوت خافت أستطيع أن أقول للحزب الديمقراطي العربي، اللي عمليا في الانتخابات الماضية لم يحظى بتمثيل برلماني. ووضعنا خلال المفاوضات طبعا الأمور العامة، ولم يكن هناك، لم تكن صعوبة في الاتفاق على الأمور المركزية، بما في ذلك النقاط الأساس التي يمكن أن تكون نقاط مشتركة بما يتعلق بإسقاط حكومة اليمين، مواجهة العنصرية والتوجهات الفاشية، الإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، المساواة القومية والمدنية، كل هذه العناوين الرئيسية لا يوجد أي خلاف بالنسبة لها. باقي التفاصيل كل حزب يحفظ باقي التفاصيل. كان هناك أمر ملفت بالنسبة لنا، قضية يعني لم نواجه أي صعوبة في موضوع أن الجبهة ستكون ممثلة ضمن أي قائمة، ضمن أي تشكيلة انتخابية كانت، بتركيبتها العربية اليهودية. وسيكون هناك كما تعودنا، احنا نحكي عن برايمريز في مجلس الجبهة، أما تعودنا دائما أن يكون هناك تمثيل يهودي وعربي في القائمة، أيضا داخل أي تشكيلة انتخابية. ما اللي قلت أن لم نواجه صعوبة ليس هذا فقط، وإنما كل الآخرين بما في ذلك الإسلامي أكدوا على أهمية إيجاد قواسم مشتركة للنضال مع قوى داخل الشارع اليهودي، وأن لذلك أهمية. وبالعكس مش بس يكون واحد، ممكن أنه يكون كمان أكثر من واحد، وممكن أنه يكون من أكثر من طرف، وحتى قوى أخرى اللي ممكن أن تساهم في بناء هذه التشكيلة يمكن أن تمثل. وهذا هو تغيير مهم، هذا هو تغيير مهم لصالح مواقف الجبهة اللي كانت تنفرد فيها الجبهة وما زالت إلى حد ما، ولكن كان هناك تماهي مع هذا الموقف، ما كانش عندنا إشكالية في هذا الموضوع. طبعا الصعوبة الأكبر هي في التشكيل الحزبي للمواقع المتقدمة، وفي نقاش وما زال نقاش، ما هي القاعدة التي يجب أن تعتمد؟ هل القاعدة التي يجب أن تعتمد هي التمثيل البرلماني القائم بمعنى 4-4-3، أو أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا تغييرات طرأت
وكانت هناك ادعاءات مختلفة أن هناك تغييرات طرأت على الرأي العام واستعمال سكرين، استعمال استطلاعات لوضع وجهات نظر أخرى. شوي شوي بديت الأمور تروب، بديش أدخل كمان بكل التفاصيل حتى لا نؤثر سلباً على أي من الإمكانيات التي ما زالت مفتوحة أمامنا ضمن الحوار، ولكن قضية رئاسة القائمة أن تكون للجبهة هذا أمر أيضاً هناك اتفاق حوله. هناك أيضاً موضوع أن يكون للجبهة، وأنا أتحدث الآن عن الجبهة، الآخرين بيقدروا يتفاهموا كمان على أمور مختلفة فيما بينهم. في قضية التشكيل نحن نتحدث عن، نحن نفاوض باسم الجبهة ومكانة الجبهة والمواقع التي تحتلها الجبهة في التركيب. الأمور العامة مواقف إلى آخره، أوكي نحكي الكل عن الكل. قل فيش إشكالية في موضوع رئاسة القائمة، وأيضا نحن وضعنا أنه 4 ضمن أول 10، أن يكون للجبهة 4 ممثلين ضمن أول 10. لم يجري، مشان أكون كمان واضح معكم، لم يجري الحديث عن أسماء على الإطلاق من أي حزب من الأحزاب، وإنما الحديث عن مواقع وأحزاب لها هذه المواقع. طبعا حكيت عن رفع نسبة التصويت، إمكانية أن تكون هناك مومنتوم يؤدي إلى زيادة في عدد أعضاء الكنيسة فوق ال 11 عضو، ولذلك الأماكن 12 13 14 هي أماكن ضروري أن يكون هناك حديث عنها. نحن أيضا أصرينا على المكان 13 على اعتبار أنه إذا كان المكان 12 يمكن أن يستخدم لحل إشكاليات وتذليل بعض العقبات. يعني بقضية أنه مش 12 إحنا نقبل أن يكون ما بعد الأربعة، الخامس عندنا رقم 13، هو مشروط بأنه المحل 12 أن يكون محل اللي يمكن من خلاله أن تحل بعض الإشكالات أو تذليل بعض العقبات. هون في هاي النقطة احنا واقفين، ومن هاي النقطة راحين نكمل ما بعد المجلس. ما لم نرى انه تتسكر المفاوضات قبل ان يعقد هذا المجلس، ولذلك منذ الغد سيتم متابعة المفاوضات ضمن ما يقرر هذا المجلس، وانا ادعو لتبني القرار الذي تم طرحه من قبل الرفيق محمد بركي، وأثنى عليه الرفيق أيمن عودي، لإبقاء كل الخيارات مفتوحة مع أولوية لتشكيل ضمن قائمة واحدة تستوعب أيضا قوى أخرى، مش بس الموحدة بمركباتها والجبهة والتجمع، وإنما أيضا أن تستوعب قوى أخرى بما فيها قوى لها مكان شعبي ولا تنتمي إلى تنظيمات وإلى أحزاب، لتوسيع القاعدة، قاعدة الدعم لمثل هذه القائمة، وبالتالي السعي لرفع نسبة التصويت وزيادة الوزن النوعي للأصوات لهذه القائمة. الأمر الأخير الذي أريد أن أذكره، تمت المبادرة لإقامة جسم من مجموعة شخصيات محترمة اللي أطلقوا على نفسهم لجنة الوفاق للمساعدة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى قائمة مشتركة أو إلى تشكيل قائمتين كمان، يعني لم يتم إلغاء هذه الإمكانية بما في ذلك من قبل لجنة الوفاق. نحن اجتمعنا محمد علي طه مجموعة تنادوا وبمبادرة محمد زيدان موجود، تنادوا بمبادرة من مجموعة من الشخصيات أقاموا هاي اللجنة. إحنا التقينا مع هاي اللجنة وقلنا لهم إنه إحنا حاسين نبض الشارع، أيضا نبض الجبهوي والحزبي، وإحنا بنشوف إنه مهمتكم في هاي المرحلة ليست
في تقريب وجهات النظر لأنه الحوار يسير بصورة إيجابية. مهمتكم تنحصر في أمرين. الأمر الأول السعي لأن لا تكون هناك مقاطعة منظمة، وأن تساهم قوى كانت تقاطع الانتخابات بصورة منظمة لأسباب أيديولوجية أن تتخلى عن هذا الموقف في هذه الانتخابات المصيرية، خصوصا وأننا كلنا معرضون لأخطار إذا بقي اليمين بتركيبته الحالية ما بعد الانتخابات. اثنين، أن تعملوا كل جهد لرفع نسبة التصويت خصوصا في الشارع العربي. هدول المهمات اللي احنا بنشوف اذا قمتوا فيهن ونجحتوا فيهن بتكونوا ساهمتوا مساهمة فعالة في تحقيق الهدف الذي نريد ان يتحقق، اللي نتيجته كمان مرة ضمان التمثيل، زيادة التمثيل، امكانية ان تكون فرصة لكتلة مانعة. يعطيكم العافية.